بعدها قامت حرب أهلية ثانية، عرفت بالحرب الأهلية الثانية في لبنان عام 1975. 1975. ما أسباب الحرب الأهلية الثانية في لبنان؟ علل قيام هذه الحرب. أولاً، لجوء المنظمات الفلسطينية المقاومة إلى لبنان، إذن هذا أول سبب. اثنين، تباين مواقف الشعب اللبناني أو مواقف الأطراف اللبنانية من الوجود الفلسطيني، منهم من أيد هذا الوجود ومنهم من رفض وجودها المنظمات الفلسطينية في لبنان. طبعا كذلك سعي بعض الدول الأجنبية إلى إثارة الأزمات في لبنان بعد حرب تشرين 1973. ومن الأسباب قيام هذه الحرب الأهلية الثانية هو إهمال الحكومة اللبنانية بعض المناطق واهتمامها بمناطق أخرى. إذا هذه بسميها أسباب الحرب الأهلية الثانية في لبنان عام 1975. طبعا إذا سببين رئيسيين هما لجوء المنظمات الفلسطينية المقاومة إلى لبنان. ثانيا تباين مواقف الأطراف اللبنانية من هذا الوجود الذي بات يهدد أمن الكيان الصهيوني. أحداث الحرب، اندلعت الحرب الأهلية عام 1975 بعد رجحان كفة الأطراف المؤيدة للوجود الفلسطيني في لبنان. تدخل الجيش السوري في لبنان وتحت ما يسمى بقوات الدرع العربي. طبعا المقصود بقوات الدرع العربي أي فض النزاعات وفض القتال بين الأطراف اللبنانية، وكانت قوات الدرع العربي قوامها من الجيش السوري. ولكن بدلا من انهاء الصراع من قبل الجيش السوري، تدخل وعمل على تغليط الطائفية والقضاء على الوجود الفلسطيني في لبنان، وقام وارتكب العديد من المجازر بحق الفلسطينيين، من أبرز هذه المجازر مجزرة تل الزعتر واغتيال العديد من الشخصيات اللبنانية الوطنية، مثلا شخصية عمر كرامي وكمال جنبلاط. في عام 1978 اجتاح الكيان الصهيوني لبنان بحجة القضاء على الوجود الفلسطيني وحماية مستوطناته. كذلك حدث اجتياح ثاني عام 1982. طبعا استخدموا في هذا الاجتياح كافة الأسلحة وقصفوا كافة المدن اللبنانية. وحجتهم في هذا الاجتياح أو سبب قيام هذا الاجتياح الفشل في القضاء على المقاومة الفلسطينية. طبعا ارتكب كذلك مجازر، طبعا ارتكب الكيان الصهيوني العديد من المجازر بحق الفلسطينيين، منها مجزرة صبرا وشاتيلة بالتعاون مع النظام السوري وبعض الأطراف اللبنانية. دخلت القوات الإسرائيلية لبنان بيروت وتم ترحيل الفصائل المقاومة الفلسطينية. بعدها ظهر ما يسمى بحزب الله في جنوب لبنان. ما مهمة هذا؟ مهمته حماية الحدود الشمالية للكيان الصهيوني. يعني بعد أن تم طرد الفصائل المقاومة الفلسطينية نشأ حزب الله، والذي كان ظاهره، نعرف كلياتنا حاليا أنه ظاهره هو مقاومة الكيان الصهيوني وإلى آخر الله، وإنما مهمته حماية الحدود الشمالية للكيان الصهيوني ومنع أي عمل يستهدف هذا الكيان. طبعا تم تسوية الأوضاع في لبنان خلال اتفاق الطائف عام 1989. إذا هذه هي الحرب الأهلية الثانية في لبنان. حد له سؤال عن الحرب الأهلية الثانية في لبنان يا طلابي؟ لا أستاذ. لا أستاذ. من يقرأ لي الحرب الأهلية الثانية؟ نعم أستاذ، أنا بقرأها. ابتسام تفضلي، قري الأسباب. أسباب الحرب الأهلية الثانية في لبنان عام 1975 ميلادي. علل قيامها: لجوء المنظمات الفلسطينية المقاومة إلى لبنان. تباينت مواقف الأطراف اللبنانية من الوجود الفلسطيني الذي بات يهدد أمن الكيان الصهيوني. نعم. أحداث، اقرأي 1 2 3.
أحداث الحرب الأهلية الثانية في لبنان عام 1975، اندلعت الحرب الأهلية الثانية عام 1975 ميلادي بعد رجحان كافة الأطراف المؤيدة رجحان يعني بعد إعلان الكفي. نعم كافة الأطراف المؤيدة للفلسطينيين تدخل الجيش السوري في لبنان تحت ما يسمى قوات الرد العربي، ارتكبت المجازر بحي بحث الفلسطينيين من أبرزها مجزرة تل الزعتر وتدبير الاغتيالات للشخصيات الوطنية مثل عمر كياري كرامي كرامي. كمال جنبلاط في أحسنت. عام 1987. نعم أكملي يا إيمان. نعم في عام 1978 ميلادي تدخل الكيان الصهيوني ضد الموجود الفلسطينيين في احتياجات الأراضي اللبنانية. مجتاح الأراضي اللبنانية. ثم حدث الاجتياح الصهيوني الثاني في عام 1982 ميلادي، علل بسبب الفشل في القضاء على المقاومة الفلسطينية. ستي حيث ارتكبت مجازر صبرا وشاتيلا بالتعاون مع النظام السوري وبعض الأطراف اللبنانية. سبعة دخلت القوات الصهيونية إلى بيروت وتم ترحيل فصائل المقاومة الفلسطينية. نعم أكملي. بعدها ظهر ما يسمى بحزب الله في الجنوب اللبناني، علل ليتولى مهمة حماية الحدود الشمالية للكيان الصهيوني.